معانا النهارده في حلقه جديده في ستيفل رياكشن هنا على هوم سينما. والنهارده التريلر اللي هنعمل له رياكشن هو تريلر بتاع مسلسل رجاله البيت تيمون وبومبا. كان اسمه تيمون وبومبا وبعد كده بقى اسمه رجاله البيت. احمد فهمي طبعا واكرم حسني كانوا عملوا مريح المدام. انا بالنسبه لي المسلسل ده كان حلو جدا، كان بيضحكني، بس انا عجبني اكتر الواد سيد الشحات. يعني الكوميديا بتاعت واد سيد الشحات بالنسبه لي كانت احسن. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، فهتفرج دلوقتي معاكم على التريلر لاول مره. يلا بينا. ان اللي باني اتزرع اصلا يعوض عليكم ربنا. شهر عمري النتاغه. اسمه بومبا يعني ايه؟ جزات البطن. انا شحات واسمي مبروك مش الشحات مبروك. تشابك اسماء. انا هوريهولك يده. انت تسكت على الكلام ده يا بومبا؟ صعبانين عليا قوي. طب هنتصرف ازاي؟ انا اجرت لكم ستيج ليكم انتوا. ايه ده ايه ستيج؟ ايه دي؟ معناها ايه الكلمه دي؟ لبناني ولا ايه؟ يعني لو عندك اي حاجه لذيذه قوليها، تبقى حاجه بتضحك عشان الجمهور الجميل اللي بيتفرج علينا ده. بصوا صراحه السنه اللي فاتت لما جيت عملت تريلر رياكشن بتاع واد سيد الشحات، انا التريلر حرفيا ما عجبنيش خالص، تمام؟ وكنت مقفول من المسلسل. بس صراحه لما جيت اتفرجت عليه انطباعاتي اتغيرت 180 درجه حرفيا بجد. يعني التريلر بجد كان معمول وحش قوي، والمسلسل كان بيضحك، انا عجبني جدا. ومحمد عبد الرحمن توتا طبعا ضحك السنين يعني. فانا حرفيا مش عارف ادي انطباع للمسلسل ده. انطباعي برضو المسلسل ده برضو مش عايز اقول ولا حلوة ولا وحشة، حاسس ان هي هتبقى نفس الفكرة. التريلر ما كانش حلو قوي، بس المسلسل هيبقى كوميدي. فانا نسبة ترقبي للمسلسل ده هتبقى 6/10 برضو، مش هتعلى اكتر من كده. اتمنى ان هو يبقى احسن بكتير من التريلر، لان في حاجات كتيرة بالذات في مصر سواء افلام او مسلسلات لما بيعملوا فيلم او لما بيعملوا مسلسل وبينزلوا لها تريلر، التريلر بيبقى رايح في 60 داهية، بس الفيلم او المسلسل بيبقى حلو. معنا في المسلسل احمد فهمي واكرم حسني كاسمهم تيمون وبومبا. هو تقريبا الاول كان اسمه تيمون وبومبا، بعد كده غيروه لرجالة البيت، وبعد كده كان معانا بيومي فؤاد ومعانا ويزو وعرفة عبد الرسول ولطفي لبيب ومحمد جمعة. تأليف أيمن وطار، أنا بعشق أيمن وطار وبعشق كتاباته. وإخراج أحمد الجندي. زي ما قلت نسبة ترقبي للمسلسل هي 6/10. بس ما عنديش أي حاجة تانية أقولها على المسلسل. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. إن شاء الله أشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وإنستجرام. أشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.